الجمهور تفاعل معك وتستغل هذا التفاعل على اكمل وجه للامانه، اذا يعني احتراما للجمهور اللي تفاعل معك فقط رايح. طيب معنا بهاج في غرفه التواصل. بهاج الاكلبي، حياك الله بهاج. الله يمجيك. هلا حبيبي يا سعود. يا مرحبا ومسهلا يا بهاج. هلا حبيبي ومسهلا. يلا حي. وشلونك؟ جليز اللون. بهاج اول شيء اليوم عجبتني يا مان. طول عمرك. الجلسه كانت جميله جدا، هاديه، سوالف، قصص، عمك اللي ما يصور احد معه الا انت. يعني هنا بدأ بهاج يحقق الوعود، وحتى في حديث شخصية يعني بهاج حضور صلوات، التزام، أمانة بهاج الأسبوع هذا وكأنه يعيد للأذهان بداية البرنامج وتحسب لك يا بهاج. نعم. اليوم أنا سمعت بهاج لا تمدحوني عشان ما تغير. خايف من العين ولا؟ لا والله بس أني كذا أنا أحس. هل تتأثر بكلام الناس يا بهاج؟ لا أنا شدني ما تأثر، أضحك. هل انا سمعت كلام حلو وانا ابغى سفيه وابغى الناس تشوفه لانه ملهم امانه. الله يطول عمرك. هل بهاج يريد ان يكون مشهور او مؤثر؟ طبعا جاوبت على السؤال بس انا بسمع مره ثانيه. ابي اكون تبي الصدق؟ والله اني ابي اكون مؤثر. احسنت. ودي لا اصور لي مثلا سنابه ولا ينتشر لي مقطع يثر في ورع ولا في رجاء ولا في مره ويغير من حياته. وما يمنع انك طيب شو اللي يمنع انك تكون مشهور مؤثر؟ يعني تجمع الحسنيين فيه لان احيانا في بعض المؤثرين ما تتابعهم الناس. تبي الصدق بهاج اسلم اعطيك من الاخر، الناس ما عاد يعجبهم المؤثرين واللي يفيدونهم. والله شوف والدليل أنا... الان احنا في زمان ما يشتهر فيه الا اللي عليها. والله شوف يا سعود اول شيء طال عمرك هذا الا المسبوق. ايه هذه والله تجي على بابين، لكن الموضوع ذا انت درى مني فيه في الاعلام. انا والله عمري في الاعلام 43 يوم ماني بكتب واجد، لكن ودي اني المشاهير واجد، لكن المؤثر زين يعني تحط لك وقع زين. اسمها زين ولا هي زينة؟ التأثير في الناس زين يعني. أما هرجة ولا فعل زين يتأثرون به الناس يبقى لك يعني ذكر يعني طيب. أنت تبغى تقول أبغى أصير مؤثر كمحتوى؟ نعم. أنك يعني تقدم محتوى مؤثر. طيب نعم. هذا ما يناقض يا بهاج، بجي من نقطة ثانية، ما يناقض بهاج اللي قبل كم يوم يقول أنا ودي أشتري نجمة؟ اول شيء يطول عمرك والسلامه، والله مو كنا اول شيء ندري ان البث علينا اذا تبي الصدق، وهذا غلط منا، لكن كانت من باب الدعابه والضحك ولا مانع في ذلك اني لا اشتهرت جدا اني اشتري النجم هايدي. طيب اذا انت صرت تبحث عن الشهره مش عن التاثير. شوف احنا ما اختلفنا يا سعود، لكن النجمه يقول انها لها مميزات وكذا وسوالف واجد انت ادراك. ايش مميز؟ ما لها مميزات ابد. يقولك تظهر بترند ظني مدري. شوف فهد معيان ما عنده نجمه ومؤثر وكويس. محق مؤثر. ايش؟ يقول محق مؤثر من باب الاصلاح انا بس اقول. لان الرجال ذا كل ابراهيم يجيني يحط من نفسيتي الرجال ذا الصدق. ليه يعني؟ يجيني يقول انت بتظهر انت بتظهر. انا ذاك اليوم سويت البطيط والوقع في المسرحيه غممت له. غمم لي؟ ها؟ عشان يعني عشان تقهرني؟ ايه. كذا لاني انا ما كان يفرق معي الظهور ذاك اليوم، ترى عادي لو اظهر البرايم ذا اللي عقبه، بس لو انظهرت ذاك البرايم بينطش راسي. تصدق يا بهاج سم انت تعجبني. الله يطول عمرك. وانا احبك. الله يحبك. والله العظيم يا اخي الله يحبك. انا كنت ادري ان فيك نقطه جميله انت تحشاها وقلتها مين ما تبي تظهرها للناس. النقاط السود كثير يا بهاج. ها لا لا ما هي ساده النقطه هذي. صحيح. والله اني صادق. عيون ترى عيون الجيد بينه يا رجال، لا كان يبي يخبيها. انا يعني عيوني ها من يعني ما تقرا لغه العيون، ماذا ترى في عيناي؟ انت جيد غير انك ما تبي تظهر الشيء ذا، تبي الخبث الاعلامي، تبي حياتك كل ابوها خبيثه اعلاميه ولا ترى لا تدري ان الخبث كلمه مش طيبه يا بهاج، تعرف معناها؟ اصبر يمكنني جبت العيد. ما هم يقولون الخبيثون للخبيثات؟ لا محشوم يا ولد قول لا اله الا الله. اقصد في الاعلام في الاعلام في السوشيال ميديا. فهمت؟ والله اني صادق ولا لا بهاج المستوى اللي جالس تقدمه الاسبوع هذا جيد، وانا ترى مؤمن بس ابتعد عن اللي انا ترى مؤمن انا ترى مؤمن يا بهاج انك من الناس المقبولين لانك خلوق. اتمنى يا بهاج في حال وفقت وقبلك الله سبحانه وتعالى أن تجلس على سجيتك ولا تتغير. أتمنى يا بهاج أن تستمر هكذا طيلة البرنامج إن شاء الله. الآن رجع إلينا بهاج فعلا الذي عرفناه في بداية البرنامج. بهاج فعلا جميل جدا بس أترك اللي تفاعله جميل، لكن اللي ودينمو يا بهاج
استطاعت تقربه تكفى و النقاط الساداء ودنا تبتعد منها بعد. انت تذكرني نقاطك بيضاء تذكر تعرف بلوط وعلقم؟ ايه والله انك تذكر لي بلوط مع اني ضحكت من كل يوم والله اني ضحكت تراني احب الرش باللي لكن إيه؟ بس من يومني والله انك صادق والله من يومني في الديره حتى لا علفنا الغنم ولا شيء اني اخذها رش الخد كذا يبرد وكذا وانا في الديره ما في ديرم وهي الديرم هنا في الرياض لقيته ايه وابي اسي الثيل بس تسقي ايش؟ الثيل وطموحاتك تسقيها طموحاتك ومشوارك الاعلامي ان شاء الله اني بسيه ما علي لا بس ترى يا بهاج والله ترك في الشاشه تخرب جلسات اخويك والله يا شوف يا فهد والله ماني بخرب لكن انا لا يا بهاج خل احنا نحاول نتناقش يعني نقاش حضاري نقاش ثقافي يعني مثمر انا اسميك الاستاذ بهاج إيه؟ وانت تسميني الاستاذ فهد تراني مثقف يا فهد لكن باقي ما اظهرتها يلا تفضل يا استاذ بهاج انت بهذه الطريقه تخرب جلسات زملائك والله يا استاذ فهد انني لا اريد ان اخرب هذه الجلسات انما انني اريد المزح والمرح انا صحيح يا بهاج سنطرم. ترى الدنيا وسعه فلا تضيق عليك لا تقرب الثقافه والله سعيد وخل وقعك طيب واثرك طيب وانت ان شاء الله ما بتصير راعي واثر راعي وقع لان انت تختلف عندك الوقع عن الاثر بالله والله انك ما والله انك ما تعرفني قبل البرنامج والله انك كنت تتحدث في السناب بثقافه وكنت ترى كنت مهم كنت مثقف ايه وين الثقافه ذا الحين يا ولد احس يا ولد هل هي بهاج عندي سؤال هل هي ثقافه ولا ثقافه ثقافه ليش تقول ثقافه ثقافه هي كلها واحده ثقافه وثقافه واحده لا عشان اذا احتاج شل الثوب حط مكانه لا صارت لقافه لا والله لا والله بس اني ترضاعت اشياء واجد هنا في البرنامج طيب بهاج الله يعطيك العافيه الله يعافيك الجميع متفق على نجوميتك امانه الله يطول نتمنى لك التوفيق و نتمنى انك تستمر يقولون عندك اليوم فعاليا ان شاء الله بعد فوكس صح عندي خلنا نشوف بعد فوكس الشيء اللي كنت اتحراه من زمان جاء بشر ان شاء الله الله يوفقك يا بهاج تمسع على خير الله لا يهين الله يحفظك ان شاء الله طيب احنا خلاص وصلنا للختام بس قبل نعلن الختاميه خلونا نذكر بالوقف لان بنخلص الوقف وبننتقل